طيب يوم 26 يونيو موقع الحرة الأمريكي بينشر تقرير مهم جدا الحقيقة عن فرسان الهيسة، عن المجموعة المسلحة الغريبة دي. بيقول إيه؟ بيقول إنه تساؤلات حول استمرار المناديب المندوبين بعد إعلان إنهاء الإرهاب في سيناء، وبيقولوا إنه في مسلحين تابعين لقبائل اتحاد قبائل سيناء عرضوا فيديو بيستعرضوا فيه قوتهم وتسليحهم، وبعد كده حذفوا الفيديو بسرعة من الصفحات الرسمية لاتحاد قبائل سيناء، لكن الفيديو لازال موجود بشكل كبير جدا. فده بيوصلنا لإيه؟ ده بيوصلنا في الآخر لإنه إحنا أصبح عندنا ميليشيا قوية جدا، عندها كل حاجة، عندها سلاح، عندها فلوس، عندها إعلام، عندها كل حاجة، وبتكبر تعمل استعراض عسكري، رئيسها بيساوي نفسه برئيس الجمهورية. سريعا كده تعال نشوف علاقة إبراهيم العرجاني بعد كل اللي حكيته لك في الأربعين دقيقة اللي فاتوا بمؤسسات الدولة. ما هي علاقة إبراهيم العرجاني بعبد الفتاح السيسي؟ علاقة ندية راس براس، أنا زي زيك. إيه الدليل على ده؟ هل إحنا بنقول كلام من الشارع؟ لا، الراجل لما بينزل فيديو عن حملة مساعدات بيكتب برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس إبراهيم العرجاني، مش في صفحة تانية ولا في سلايد تاني ولا في لقطة تانية من التقرير، في نفس الصفحة في نفس الصورة في السطر اللي تحته، ولو إن الشاشة توسع للسطرين كان كتب جنبه والمهندس إبراهيم العرجاني. فأول حاجة العرجاني والسيسي راس براس. اتنين، ايه علاقة العرجاني بالقوات المسلحة المصرية؟ هي علاقة ندية، الراجل لا شايف انه ميليشيا عند الجيش، ولا شايف ان الجيش اللي عمله، ولا شايف ان الجيش اللي كبره، ولا شايف ان الجيش اللي دربه، ولا شايف ان الجيش اللي اداله سلاح خالص. الراجل بيتكلم عن جهود القوات المسلحة المصرية واتحاد قبائل سيناء، بيتكلم عن ان الجيش عمل حاجة كويسة واتحاد قبائل سيناء، وان التنسيق مستمر بين الجيش واتحاد قبائل سيناء، وكأن اتحاد قبائل سيناء خلاص اصبح كيانا مستقلا مسلحا وبعيد عن القوات المسلحه المصريه. فدي نقطه خطيره في علاقه في علاقه العرجاني بالجيش المصري، ودي بتاكد موضوع حميدتي اللي هنجيله في اخر اللايف. النقطه الثالثه، ايه علاقه العرجاني بوزاره الداخليه بالشرطه المصريه؟ الحقيقه قولا واحدا ان ابراهيم العرجاني مجرم في حق وزاره الداخليه. في 2008 الفيديو لما رقدهم وقعد احتجزهم لحد ما جم خدوه قبضوا عليه، اتنين ضباط شرطه قال العرجاني اسمهم بالاسم كانوا بيعذبوه لمده 6 شهور. علاقه العرجاني بالداخليه هي علاقه ثار قديم، علاقه طار، الراجل بينه وبين الداخليه طار يا جماعه، بيخلصوا، وده اللي باين. الداخليه لا تستطيع انها تعمل اي حاجه قدام ابراهيم العرجاني، ما تقدرش تواجهه. والدليل على ده ايام حادثه مقر امن الدوله في العريش، فاكرين طبعا السنه اللي فاتت، ايامها الناس كلها قالت الحادثه دي اتكتم عليها بشكل غريب جدا، النظام ما اتكلمش، الاعلام ما اتكلمش، محدش جاب سيره اي حاجه، وايامها قالوا انه القصه كلها متعلقه بانه ابراهيم العرجاني بيربي ضباط امن الدوله.